احنا مثل ما قلنا النيوميريكال ميثودز اللي قدمناها ما تخص المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، إذا كانت درجة ثانية أو أكثر يعني higher order تفاضل من يكون y2 prime y3 primes، إيش راح نتعامل وياها؟ نتعامل عن طريق الفرضيات الأسامشن. وأعتقد إحنا من بعد ما أخذنا السيستم صار عندنا فكرة إنه شلون نسوي conversion، convert the second order ODE نحولها إلى first order عن طريق الأسامشن. أوكي، فإحنا كل اللي نريده هنا نريد إنه يكون first order، يعني عن طريقه هو الF، وهذا الF نستخدمه بكل الأربع طرق، واضح؟ فلهذا راح نفرض إنه الY1 هو Y، الY2 هو Y prime، Y3 Y double prime وهكذا. فمن فرضنا هذه الفرضيات راح نستخرج الF، نقدر نستخرج الF. هنا مطينا الODE من الدرجة الثانية second order ordinary differential equation، ومطينا initial conditions، وهذا ما يخص موضوع mass spring system. ده يقول لك حلها بأويلر method، يعني ما ده يقول لك حلها مثلا analytically عم تطلع الجذور باعتبار انه هو constant هنا يعني ثابتة، فنقدر نحلها بطريقة الجذور والواي وهوموجينيوس. ماذا يريد هنا الحل طريقة الجذور، وإنما يريدها بطريقة أويلر، إذن هو حل نيوميريكلي، واضح؟ منطينا الـ H كذا، ومنطينا الـ X أيضا من صفر إلى واحد، هذا كل اللي نحتاجه. نحن نعرف أويلر ميثود قانونها هو yn plus 1 يساوي yn plus hf، زين الf يا هو نيجي هسه الفرضيات، تيجي دور الفرضيات انه نفرض ال y 1 هو الy، هذا y1 وهذا y2 وهاي y3. في الفرضيات هشكل عصير هذا يمثل y1 y2 y3. طبعا هذا يصير y1 وهذا مشتقة y1 يعني y2، فنسويها كأنه مصفوفة بدلالة y1 والy2، مشتقاتها راح تكون y2 وكل اللي ما يخص مشتقة الY2 اللي هي Y3 راح يصير بالطرف الآخر. فاحنا بعد صار عندنا فكرة ان اخذنا المصفوفة شلون نتعامل ويا الأسامشنز، فمن خلال هذني الأسامشنز نقدر ايضا نستخرج الانيشال كونديشنز كل واحد باللي متغير اللي قابله. فطلع عندنا المشتقة الأولى، من طلعت عندنا المشتقة الأولى نقدر نطبق هسه أويلر. فنشوف إذا عندنا تمرين على هذا الموضوع، بس هذا الموضوع أعطى كمقدمة يعني تعطينا فكرة أنه الهاير أوردر ممكن إيجاد لها حل عددي إذا حولناها إلى الـ First Order. الموضوع اللي بعده من بعد طبعا ما قارن بين الـ Exact وبين الـ Error، بين الـ Numerical Solution وبين الـ Exact Solution، طلع عندنا الـ Error.
الموضوع اللي بعده هو الباكورد اويلر ميثود. الباكورد يعني الاويلر بدل ما كنت اكتب اكس ان واي ان ساكتب اكس ان واي ان بلس 1 اكس ان بلس 1، لان عندي ستيف سيستم، عندي هنا الاتش جدا يعني نحتاجها صغيره. اما هاي المواضيع تخص الماتلاب، تخص الجانب العملي. فحصيلة هذا الفصل هو الطرق الأربعة، قوانينها وطريقة إيجاد الإيرور بين الحل الحقيقي والحل التقريبي. أما البقية هو يخص المختبر، ويخص هنا فقرة التحويل من الهاير أوردر إلى الفيرست أوردر، يعني إلى علاقة بالسيستم، إلى علاقة بالمصفوفات. فنشوف هنا السؤال الأول، شنو المطلوب من عندنا؟ find a solution by Euler's method for y prime ال y prime equals to y plus x equal to square مطلع initial condition. فهي الأهم مثل ما قلنا، أهم شيء يعطينا ال f ويعطينا القيم الابتدائيه للاكس وللواي، ويعطينا الاتش او يعطينا عدد التقسيمات والطول. هذا فاقدر استخدم طريقه اويلر. بس قبل الاستخدام هنا ما زال يريد الايرور، خلي نستخرج الاكزاكت سوليوشن بالبدايه. راح نشوفها هي بالدرجه الاولى شلون نستخرج الاكزاكت سوليوشن. قلنا نمر على كل اختبار. الاختبار الاول انه هل هي سيبرابل. نشوف هنا الاكس متعلق بالواي، ما نقدر نعزله، فبنقدر نكاملها كل من على حده. الاختبار الثاني هل هي اكزاكت، الترتيب مو بوضعيه دي اكس ودي واي، حتى اذا سويناها هالشكل ما راح تخدمنا الكيو والبي. الاختبار الاخر اللي هي عفوا استخراج الانتجريتنج فاكتور. يعني الانتجريتنج فاكتور هنا يعتمد على خطوه سابقتها، يعني الانتجريتنج فاكتور يعني اضرب كل الحدود بهذا المعامل فيطلع لي الاولى في المشتقه الثانيه زائد الثانيه في المشتقه الاولى. فلاختصار الحل قلنا الطريقه الخامسه اللي هي طريقة in between، يعني نستخدمها للكل، هي طريقة substitution، طريقة reduction شو تسميها. المهم هي تعطي فرضية v لا على تعيين y plus x، يعني تنطي فرضية للي تخدمك اللي يصير بها تحويل جذري للمعادلة. فاني اعطيت الفرضية لل y plus x، اشتقها بالنسبة ل x يطلع v prime يساوي y prime plus 1. اسوي له ترتيب انه ال y اعزله بجهة، فال y راح يساوي v minus x، ال y prime يساوي كذا. لاني من تعوضين بالمعادلة الأصلية راح يعطيك v prime يساوي v تربيع plus 1. عن هاي الطريق الفي تربيع بلس واحد أقدر أخليه بالمقام، وهنا كله بقى واحد، فأقدر هسه أسوي سيبرابل، فصار هنا كأنه الريدكشن إلى سيبرابل. إن هذا السبتيتيوشن اللي سويناه حول لي المعادلة من نات سيبرابل إلى سيبرابل، إلى حدود قابلة للفصل وقابلة للتكامل. فأني أعرف تكامل الواحد على الفي تربيع بلس واحد هو التانز إنفرس، tan inverse. فهذا التكامل tan inverse، هذا التكامل هو x plus c، التكامل الواحد والحدود تكامل c. اخذ التان للطرفين، tan inverse ويا التان راح يروح يبقى vx، لان التان x plus c ال v اعوض عنها بما يقابلها، ارجعها للواي الاصليه، فيطلع لي الواي tan x plus c minus x. إذن هاي الجنرال سولوشن بدلالة السي.
أعوض الـ initial condition x صفر الـ y تساوي صفر، فراح يطلع لي قيمة الـ c، وبالأخير يطلع لي الـ particular solution اللي أريده. دائما particular solution أحتاجه بالأقارن ويا الـ Euler method أو أقارنه ويا طريقة ثانية. هسه اللي أسوي جدول أو أسوي خطوات يعني organized مرتبة. دائما هو القيم الأولية اتفقنا يعطيناها هو بالسؤال، فمن الـ x صفر الـ y صفر هو معطينا إياها، أنا اللي علي أسوي الـ y الثانية. واضح؟ الـ x الثانية إحنا اتفقنا إنه دائما الزيادة بين هذا وهذا وهذا ثابتة، فهي بوينت واحدة تزداد تشوف. إذا هذا الـ x ما عندنا بيها إشكال. هنا عندنا بالـ y إشكال، شو وقت من طريقة غير طريقة أويلر نستخدمها، لأن غير طريقة أويلر الاعتيادية لازم نطلع K1 وK2، فراح يصير بيها شوية يعني الحل راح يصير بتشعبات أكثر، أو يعني بعدة خطوات. فهنا اللي أحتاج لاستخراج الـ yn، يعني إذا ترجع للنيومريكال سولوشن، هو بهذا الصيغة. يعني طريقة أويلر مو الباكورد وإنما الفورورد. باكورد اللي أخذناه بنهاية المحاضرة عندما xn بلس 1 yn بلس 1، أما إحنا نريد الاعتيادية اللي هي xn yn، يعني القيم الابتدائية. فنخلي الاسم مال x، ونخلي هنا نعوض قيم ال y. فأنا بصراحة يعني مسويها جدول، يمكن هي بالجدول تبين أكثر واضحة. فعندما التقسيم الأولى صفر، الـ xn صفر، الـ yn صفر، الـ y تقريبي صفر. ليش؟ الـ y تقريبي هنا صفر ليش؟ لأن الـ يعني الـ f هو شنو؟ هو الـ y plus x تربيع. فمن نعوض قيم الابتدائية صفر بصفر بتربيعه يعطينا صفر، صار الواي التقريبية الأولى صفر. أما الواي الحقيقية عندما الأكس صفر نعوضها بالبارتيكولر سولوشن، نشوف إيش قد يطلع لنا. راح يطلع لنا نفس الحالة الحقيقية، يطلع صفر، فالإيرور صفر. الستيب الثاني الأكس زودناها بوينت وان، الواي تقريبي شلون نعوضها؟ نعوضها هنا، فعندنا الواي بلس اكس، الاكس بوينت 1 كلها تربيع، نضربها في الاتش بوينت 1 راح يعطينا الواي. هذا الواي للخطوة عندما الاكس بوينت 2. وهنا الواي الحقيقي يعني مقدمة الاكس بوينت 2، هنا نقلت الواي التقريبي هذا، والواي الحقيقي عندما الاكس بوينت 2 راح يطلع لي بهذا الشكل. عندما x بوينت 3 الخطوة اللي سابقة هي بوينت 2، فعوضت البوينت 2 هنا وعوضت ال y ان هنا، بعدين تربيع يطلع لي ال y الأخيرة بوينت 3. ما يخص التقريبي وما يخص الحقيقي نفس الحالة، بوينت 3 عوضها بال particular solution راح يطلع لي هذا. هسه أقسم أو العفو أنقص الواي الحقيقي ناقص تقريبي يطلع هذا، فتنشوفه يطلع بالسالب، يعني مو إشكال الإرار سالب بالموجب. المهم الفرق بين الحقيقي والتقريبي شقد.
فإذا استخدم طريقة أويلر. فهذا اللي يخص السؤال الأول، يعني أعتقد واضح ما زال الأويلر ميثود ما بيها K1 وK2، فهي مباشر مجرد تعويض أرقام. أما هنا الـ exact solution، الخطوة الإضافية هي substitution اللي عوضنا الـ V، البقية هي تكامل مباشر. ناخذ اللي بعدها، الخطوة الأخرى هي طريقة هيونز ميثود.